للمزيد من المتابعة حول المشهد السياسي بشكل عام في العراق ينضم إلينا من بغداد تحديدا دكتور محمود عزو أستاذ العلوم السياسية. يا دكتور محمود أنا برحب حضرتك على شاشة إكسترا نيوز وفي برنامج نبض العراق بداية. مساء الخير وعليكم وعلى السادة المشاهدين وشكرا للاستضافة. الجلسة القادمة للبرلمان هي جلسة حاسمة، جلسة هامة جدا بطبيعة الحال، إن كان في انتخاب الرئيس الجديد للعراق أو حتى في تحديد الكتلة الأكبر التي ستشكل الحكومة. سيناريو هذه الجلسة برأيك، مخرجات هذه الجلسة دكتور محمود كيف تتوقعها؟ أولا المفاوضات بين الكتل السياسية يعني مستمرة، خاصة بين التحالف الجديد الحزب الديمقراطي والكتل السياسيه السنيه والكتله الصدريه مع قوى الاطار التنسيق التي تمثل القوى الاسلاميه التقليديه الشيعيه تحديدا بشان انتخاب رئيس الجمهوريه. هناك مشكله بين الاحزاب الكرديه بشان ترشيح شخصيه السيد رئيس الجمهوريه الحالي او وزير الخارجيه الاسبق السيد هوشار زيباري. الذهاب نحو انتخاب زيباري هو المرجح بشكل كبير جدا بسبب يعني المفاوضات التي خاضها الحزب الديمقراطي خلال الفتره الماضيه، قدرته على اقناع كثير من الاطراف السياسيه بشخصيه السيد الزيباري كرئيس للجمهوريه. ايضا الاتحاد الوطني الكردستاني هذه نتيجه المحادثات دكتور محمود هشار زيباري وزير الخارجيه الاسبق هو المرجح اكثر اليوم لنيل هذا المنصب. المصادر تشير الى انه هو المرجح اكثر وستطاع جمع اكبر عدد ممكن من نواب المرشحين للتصويت له. كذلك الاتحاد الوطني الكردستاني يسعى الى كسب اللحظات الاخيره في شان تجديد السيد مرحم صالح كرئيس الجمهوريه عبر المجلس النيابي، ايضا عبر مع كتل سياسيه اخرى سواء ككتل سياسيه سنيه او كتل سياسيه شيعيه، لذلك غير واضحه المعالم بشان قدره الاتحاد الوطني الكردستاني على دعم استمرار السيد برهم صالح رئيس الجمهوريه في ولايه جديده، لكن الكتل السياسيه يبدو انها هو سيتم الموضوع من خلال انتخاب اعضاء البرلمان للرئيس القادم، بتقريبا ثلثي اعضاء البرلمان يجب ان ينتخبوا الرئيس القادم. نعم، المحكمه الاتحاديه يوم امس اصدرت فتوى بشان السؤال الذي وجه لها من قبل السيد رئيس الجمهوريه بشان عدد الاعضاء الحاضرين الذين يمكن ان يحضروا الجلسه. الدستور العراقي نص على ان ينتخب رئيس الجمهوريه باغلبيه ثلثين وفي الدوله الثانيه بالاغلبيه المطلقه. المحكمه الاتحاديه ذهبت على انه عدد الحاضرين يتوجب ان يكون ثلثين. الكتل المتحالفه حتى اليوم استطاعت تجميع حوالي 200 نائب، تحتاج الى حوالي 20 نائب حتى يمكنها ان تعقد جلسه يمكن من خلال انتخاب السيد رئيس الجمهوريه القادم، وهذه واحده من العثرات التي يمكن ان تؤدي الى الاخلال بعدد النساء. يعني دكتور محمود لو لو لو, لو 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 تشرح لنا بشكل اوضح، في حال لم يتحقق هذا النصاب نصاب الثلثين، ما هي الاجراءات المتوقعه وتحقيق تقريبا 210 نواب؟ 220 نائب تحتاج الجلسه حتى تنعقد بشان انتخاب رئيس الجمهوريه تحديدا، فقط بشان انتخاب رئيس الجمهوريه. هذا يحتاج الى جهود من الكتل السياسيه، الكتل السياسيه الاخرى المعارضه تمتلك حوالي 110 مقاعد بين مقاعد الاتحاد الوطني الكردستاني ومقاعد قوى الاطار التنسيقي وايضا بعض النواب المستقلين. لذلك الان الكتل السياسيه تخوض مفاوضات يعني لا نقول عنها صعبه وانما هي قائمه على اساس تقاسم المغانم بشان توزيع المناصب الوزاريه او توزيع بعض المواقع الاخرى المهمه داخل الدوله العراقيه حتى يستطيعوا اقناع اكبر عدد ممكن من النواب. شهدنا خلال الجلسه الاولى يعني بشان انتخاب هيئه رئاسه مجلس النواب حضور حوالي 230 نائب. نعم. كان المستقلون انضموا الى هذه الكتل وقسم منهم صوتوا بالرفض او قسم صوتوا لمرشحين اخرين، لكن بالنهايه تم انعقاد الجلسه. هذه الجلسه ايضا تحتاج الى 220 نائب حتى يمكنها ان تنعقد وان تكتسب الشرعيه. في حاله وجود خلل بالنصاب الخاص بالجلسه يتم تاجيل انعقاد الجلسه حتى يكتمل النصاب. النصاب حتى وان تم التصويت بشكل معارض باي مرشح لكنها شرعيه الجلسه تكتسبها من خلال
أعداد الحاضرين وليس من خلال أعداد المصوتين، وهذا الفرق الجديد الذي أصدرته المحكمة الاتحادية أمس بشأن الفتوى لسؤال السيد رئيس الجمهورية بشأن عدد النواب اللازم بشأن انتخاب رئيس الجمهورية. كما قلت سابقا للتذكير، مشكلة رئاسة الجمهورية هي منحصرة بين الأحزاب الكردية الحزبين الرئيسيين، سواء الحزب الديمقراطي الكردستاني أو الاتحاد الوطني الكردستاني، يخوض سباقا عسيرا من اجل تمرير مرشحه بشان لرئاسه الجمهوريه، سواء عن التجديد للسيد برهان صالح او التجديد او اعطاء الثقه او منح الثقه للسيد وشاق جباري. وهذا جزء من اتفاق قديم كان موجود بين الحزبين منذ عام 2007. يبدو ان هذه المره يعني لم يتم الاتفاق بين الاحزاب الكرديه، لذلك لجأت الى مثل هكذا امر. قد يكون واحده من الخيارات المتاحه هو ان يمنح الاتحاد الوطني الكردستاني بعض المناصب في اقليم كردستان او بعض المناصب الوزاريه في بغداد مقابل التنازل عن التجديد للسيد برهم صالح، لكن هذا الامر غير مرجح. يعني اليوم قد يكون اللحظات الاخيره او وجود يعني ضاغط دولي بهذا الشان قد يساهم بشكل كبير جدا، سواء بين الاحزاب الكرديه او اقناع حتى بعض القوى الشيعيه للانضمام للجلسه وتاكيد الجلسه اللازمه الذي اصدرته جلسه حاسمه من أجل أكمل الفكرة دكتور. قد يكون بعض الضغط الدولي سواء من بعض الأطراف الإقليمية التي تمتلك أذرعا داخل الكتلة السياسية العراقية، قد يمكنها أن تساعد في إيجاد الضغط على بعض الكتل من أجل حضور نوابها من شأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. هذه واحدة من الخيارات أيضا المتاحة، لكن الامر لا يمكن ان يمر بالسهوله التي كان يمر بها انتخاب رئيس الجمهوريه في الدورات السابقه. كان يمر بسهوله جدا بسبب ان الاتفاق كان بين الحزبين الكرديين على ان يكون رئاسه الجمهوريه لاتحاد الوطن الكردستاني ورئاسه اقليم كردستان للحزب الديمقراطي الكردستاني. جلسه حاسمه وهامه جدا بطبيعه الحال دكتور محمود، سنتابع مع حضرتك كل ما يخص هذه الجلسه، وطبعا ما زال هناك سيناريو الكتله الاكبر. اريد ان اشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود عزو استاذ العلوم السياسيه على كل هذه التفاصيل، حدثنا هاتفيا من بغداد.